مكملين حديثنا مع حضراتكم، واعتزال الكابيتانو ومهرجان تكريمه، مش اعتزاله، انه هيفضل في قلوبنا طبعا باستمرار، وذاكرتنا طبعا كلاعبين كنا زملاء وفي نفس الوقت كجمهور محب لهذا اللاعب حسام غالي. لكن خليني اخد يعني جزء مهم جدا وتغطيه الصحفيه لهذا الحدث، واكيد رايهم اكيد في حسام غالي على مدار طبعا وجودهم كصحفيين ونقاد رياضيين لهذا اللاعب في وقت من الاوقات كان هو من افضل وسط ملعب في مصر، خصوصا بعد كمان لما احترف الاحتراف الخارجي ورجوعه مره اخرى لمصر والنادي الاهلي طبعا موطنه وناديه اللي اتربى فيه بشكل كبير. حسام غالي واحد من اللاعبين المميزين. خليني ارحب في الاستوديو بواحد من النقاد الرياضيين المميزين، استاذ محمد القوصى. محمد، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن فاروق، وسعيد بالتواجد معاكم مع الزميل العزيز الاستاذ كريم ابو حسين في حضره الكابيتانو. الكابيتانو حقيقي. خليني ارحب ايضا باستاذ كريم ابو حسين، واحد من النقاد الرياضيين ايضا المميزين. استاذ كريم، ازيك؟ اخبارك ايه؟ فاروق، سعيد ان انا موجود معاكم، ورحب بكل مشاهد قناه الاهلي. تحياتي ليك وتحياتي ليك يا محمد. خلينا نبتدي بحسام غالي. مباراه غدا ان شاء الله هتبقى تكريم لحسام، وفي نفس الوقت بنتمناها يوم رائع ويوم جميل. لكن خليني اكلمك على حسام غالي، يعني منذ وجوده على الساحه القرويه اكيد حضرتك كنت متواجد بتغطي بشكل كبير الجزء الرياضي في مصر والكروي في مصر. يعني كلمنا عن حسام غالي اثناء وجود حضرتك في جزئيه الصحافه. يعني الحقيقه حسام غالي يعني قام وقيمه كبيره جدا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر وفي تجاربه الاحترافيه الكبيره، يعني منذ لحظاته الاولى في النادي الاهلي وانت تتوقع ان هذا اللاعب له شخصية، له قيمة، له طموحات كبيرة، عنده فكرة، عنده رؤية في الملعب، لاعب يناسب النادي الأهلي. لما جه من بيلا وهو عنده 14 سنة، من أول لمحة كابتن ميم الشربيني اللي كان ماسك قطاع الناشئين في الوقت ده، يمكن من غير ما أفكر شاف إن ده موهبة كبيرة جدا، ضم حسام غالي للنادي الأهلي لأن شاف إن ده هيضيف إضافة كبيرة جدا في النادي الأهلي وفي وسط النادي الأهلي. لكن لما بعد كده حسام غالي بدأ يلعب، فوجئوا إن مفيش فرقة في المرحلة السنية بتاعته، فكانوا قدام مشكلة كبيرة جدا. هل حسام غالي ده يمشي ولا هيروح يلعب مع فرقة كبيرة وهو قدراته البدنية أقل من الكبار؟ يعني طبعا كابتن ميم الشربيني بخبرته وبرؤيته، ربنا يديله الصحه يا رب ويشفيه ويعافيه، شاف ان حسام غالي يلعب مع الفرق الكبيره انه هيكون اضافه، ولعب مع مجموعه كبار وقدر يتحمل وقدر يثبت وكسب. كابتن محمد، الموقف ده بيفكرني برضه ومشابه لموقف كانت سعد حفيظ، ما اعرفش تتذكر الجزئيه دي. كانت سعد حفيظ وكان السن بتاعه كان اتلغى في وقت من الاوقات، وكابتن سعد حفيظ كان كابتن ابراهيم ابو حسين في الوقت ده مسؤول في قطاع ناشئين او المدرب في السن بتاعه، وفضلوا ان هم يروحوا نادي النيل. لو كان يمكن كابتن عماد، كابتن احمد الله يرحمه، كان متواجد عشان كان عندهم الثقه ان اللعيبه دي لعيبه مميزه. لكن طبعا الوضع يختلف، حته ان حسام لعب في الفريق الاكبر. بالظبط، فموقف مشابه بشكل كبير يعني. طبعا لما اللاعب تكون عنده مهاره زي كده بيلعب مع الكبار، يعني حتى اعظم النجوم في العالم بتلاقي عنده 17 سنه وبيلعب منتخب العالم بتاعه وبيلعب كاس عالم وبيلعب مع البطولات القاريه. فده اللي حصل مع حسام غالي. لما بقى عنده 20 سنه بقى حسام غالي واحد من النجوم الكبار. يعني حسام غالي هو عنده 20 سنه كنت تشعر ان حسام غالي ده بيلعب بقى له 10 سنين مثلا. يعني في لعيبه كتير جدا تيجي تبص في سنها تلاقي سنها 22 23 وتخيل لك ان هم دول عندهم 35 سنه وهو لسه يعني بيبتدي مشواره. فمنذ يعني نعومه اظافره في النادي الاهلي، وهو له شخصيته وله كاريزمته وله قيمته التي تؤهله ان يكون قائدا يعني. وطبعا حكايات كبيره يعني جدا في المشوار. لكن هو حسام غالي يا كريم واحنا بنتكلم، هو كاريزما، يعني حته الكاريزما موجوده ان هو لسه لاعب صغير. انا بقول لك بتذكره وهو لسه طالع من الفريق، من قطاع ناشئين للفريق الاول واحنا كنا متواجدين. لا هو واضح ان هو لاعب عنده زي ما بنقول سابق سنه وسابق فكره حتى الناس اللي حواليه. يعني كلمني برضو عن حسام، ويمكن تجربتك لو انت كنت شاركت معاه بعض الامور الخاصه في كره القدم والتغطيه الخاصه بيك. يعني طبعا حسام لاعب كبير جدا، نجم كبير، مش سهل جدا ان جماهير النادي الاهلي وكيانات النادي الاهلي وكل الوسط الرياضي في مصر يطلق على حسام، على الكابتن حسام غالي، لقب الكابيتانو، لقب بيمتاز بيه القائد فعلا اللي يستحق ان هو يكون كابيتانو بتعجيل. هو عصر جيلين طبعا في التسعينيات والالفينيات، فلعب مع كوكبه كبيره جدا من النجوم في النادي الاهلي. فحسام غالي له شخصيه فريده، هو قائد بمعنى الكلمه، لعيب بيقدر يلم الفرقه حواليه، لعيب عنده كل المميزات اللي تأهله ان هو يكون قائد وكابتن النادي الاهلي، من الحماس، من الروح، من الامكانيات الفنيه، من معدلات اللياقه بتاعته، من سيطرته وادارته ودوره القيادي والريادي جوه الفريق. بيقدر في كل اللحظات الصعبه ان حسام بيبقى له بصمه، بيبقى له دور، سواء بقى مع الاهلي سواء مع المنتخب. وان كان برضو موضوع المنتخب ده هنتطرق ليه في سياق حديثنا، لان طبعا محتاجين ان احنا في استفسارات كثيره جدا عايزين نتكلم فيها وعايزين نفتح فيها عن الكابتن وعن منتخب مصر، لاني انا شايف من حسام من الناس اللي اتظلمت في الفتره الاخيره في المنتخب. فطبعا ده هيجي في سياق حديثنا عن الكابتن. ولكن انا شايف بكره زي ما انت قلت وعجبتني جدا ان انت بتقول بكره مش اعتزال بقدر ما هو تكريم، بقدر ما هو احتفاء واحتفاليه كبيره جدا بنجم بقيمه حسام غالي. ان شاء الله دي هتبقى يعني نهايه مرحله وبدايه مرحله جديده. الكابتن وقادر باذن الله، سواء هيختار الكارير الفني او هيسلك الجانب الاداري، ولكن برضو محتاجه منه دراسه، محتاجه منه شغل كتير، محتاجه منه صقل بقى الموهبه وصقل الامكانيات دي بالعلم والمعرفه والدراسه، عشان خاطر هو زي ما كان نجم وكان متالق وكان حقق ارقام كبيره جدا وهو لاعب في المستطيل الاخضر، ان شاء الله بره المستطيل الاخضر يكون نفس الانجازات ونفس الارقام. حقيقي المواقف الصعبه دايما يا محمد بتاثر على شخصيه اللاعب ومروره بالخبرات ومروره بمواقف صعبه، سواء بقى داخل الملعب او خارجها، هي اللي بتكون شخصيه لاعب، وخصوصا لما يبقى لاعب بالشكل اللي احنا شايفينه حسام غالي. بالطبع اكيد يعني المواقف دي كانت ممكن يعني اكيد عاصرتها مع حسام او شفتها على مدار وجوده. طبعا يعني اي حد في حياته بيمر بالعديد من المواقف الصعبه والمواقف السهله، المواقف الايجابيه والمواقف السلبيه، مع الوقت بتكتسب خبرات كبيره جدا. معلش يا محمد، بس عشان انا معايا كريم احمد مراسلنا من الامارات يعني طبعا هيطلعنا على بعض الاخبار. هل بقى اللاعبين اللي ممكن ما يكونوش التمرين تقريبا ابتدت دلوقتي، وفي بعض اللاعبين اللي هيكونوا هيسافروا النهارده ويوصلوا بكره زي ايمن اشرف وهشام محمد. كريم مساء الخير عليك. بجدد التحيه ليك من جديد يا كابتن فاروق، وتحيه طبعا لنقاد اللاعبين الكبار كابتن محمد القوصى طبعا ونقادنا الرياضي الاستاذ كريم ابو حسين. بالفعل يمكن انتهى مران الفريق للنادي الاهلي قبل مباراه الوديه العالميه، كما بناكد طبعا مباراه اعتزال الكابتن حسام غالي، احدى المباريات اللي ان شاء الله تليق بقيمه حسام غالي، طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم منتخبنا الوطني. وبالفعل يا كابتن فاروق ينضم غدا الى بعثه النادي الاهلي المتواجده في الامارات كل من ايمن اشرف وهشام محمد، هيصلوا بالتحديد الساعه 12 ظهرا هنا في الفندق الاقامه. يعني هيسافروا بكره، مش هيسافروا النهارده يوصلوا. تمام. يعني يمكن فجر النهارده، فجر الغد يمكن يعني يسافروا فجر الغد ان شاء الله. تمام. زي الرحله اللي كانت متواجده مع النادي الاهلي. كابتن حسام النهارده طبعا الملعب كان يمكن ملعب بعيد شويه عن الفندق، لكن ملعب رائع ومميز طبعا كالعاده في الامارات. الامور زي ما بقول لك ماشيه بشكل طيب جدا. من لحظات تابعنا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي كان وصل الى الفندق وكان متواجد مع عضو مجلس الاداره الاستاذ طارق اندل، هينضم له كمان الاستاذ ابراهيم القطراوي، متاكد طبعا ان هو هيكون متواجد في المباراه. نونس محمد الجرح ايضا كمان عندنا معلومات ان هو هيكون متواجد في المباراه ان شاء الله غدا. الامور ماشيه بشكل طيب جدا. مهندس خالد مرتجي طبعا رئيس البعثه في كابالا سيتي في اوغندا، وهو ايضا كمان رئيس البعثه المتواجد هنا. الامور ماشيه بشكل رائع وطيب جدا. اللعيبه يمكن بتحتفل كل لحظه بالكابتن حسام غالي، بيحاولوا ان هم طبعا يعني زي ما بقول لك كابتن حسام غالي بيمر بمرحله صعبه في الساعات دي وساعات الغد كمان واثناء المباراه. انت عارف يا كابتن فاروق انت واحد من النجوم اللي النادي الاهلي، لحظات الاعتزال دي بتبقى اصعب لحظات على لاعب الكره، وكمان لما يكون واحد بحجم حسام غالي بنتمنى له كل التوفيق. وباكد لك ان الامور ماشيه بشكل طيب ورائع جدا. ينقص ان شاء الله غدا تكون مهرجان اعتزال يليق فعلا بالكابتن حسام غالي. التمرينه يا كريم، التمرينه بتاعت في تمرينه المفروض النهارده صحيح؟ بالفعل كان في تدريب النهارده، وعايز اقول لك كمان ان في تركيز للجانب بتاع كامبالا سيتي يا كابتن فاروق. برضه يمكن الكابتن حسام غالي بيستغل كل فرصه وكل وقت كل دقيقه متواجدين في الامارات. هيكون في كمان محاضره فيديو صباحا لفريق كامبالا سيتي بجانب مباراه اياكس. الكابتن حسام كان طلب اكثر من 5 مباريات لفريق كامبالا سيتي لدراسته طبعا واستغلال هذه الفرصه والفتره اللي متواجد فيها. لكن عايز اقول لك النهارده كل اللعيبه بحاله بدنيه مميزه جدا، حاله معنويه مرتفعه جدا، عندهم تركيز كبير جدا، واكيد مباراه كامبالا هي الهدف الاهم والاقوى طبعا. مشاركه عايزك تكلمنا على التمرين يا كريم. يعني هل في حاله من زي ما بنقول يعني حته اللايت والبهجه شويه عشان حسام غالي، يعني طلعوه بره الموقف اللي انت بتتكلم عليه ده ان هو الى حد ما في حاله حزن بالنسبه له؟ معلش الفلوس بتقطع مع حسام. لا انا بكلمك على التمرينه نفسها وتعامل اللاعبين مع حسام في التمرين، الجزء اللي فيه الى حد ما لازم يبقى يخرجوه بره الموقف الصعب اللي هو بيبقى فيه وحزنه الشديد ان هو يكون اخر يوم ليه غدا في كره القدم. فاوصف لي الجزئيه دي بالنسبه للاعبين يا كريم. يمكن زي ما بقول لك يا كابتن فاروق، شفنا حسام غالي من البدايه كان عنده تحفظ شويه، مشدود شويه، لكن يمكن لعيبه زي ما بقول لك كل اللعيبه الكبار، وباكد على اللعيبه الكبار فتحي وعاشور وكرامي وليد بسليمان، كل اللعيبه بتحاول ان هي طبعا يعني تسعد حسام غالي. الهزار اللي انت عارفه طبعا يا كابتن فاروق بيكون متواجد، النهارده كان في هزار في الملعب، حاولوا ان هم طبعا المربعات اللي بتكون بين اللعيبه دي يعني كان في كده بعض الشفاري للعيبه كده وحاجات التهريج اللي انت بتبقى عارفها دي، وحسام غالي يمكن مميز بالمواضيع دي، ويمكن هي دي الامور اللي بتسعد فعلا كل جمهور النادي الاهلي ان يكون في لعيبه النادي الاهلي الكبار بتساند حسام غالي لحظات صعبه بيمر بيها، لكن اكيد يمكن هو ده عرف كره القدم الاعتزال، وبنتمنى له زي ما بقول لك كل التوفيق يا كابتن فاروق. حسام غالي احد نجوم ان شاء الله. كريم انا مش هستطول عليك، لكن عايز اساله على حاجه. اتفضل يا محمد، اتفضل يا محمد، بص هسالك سؤال يا كريم. كريم يمكن ده اول ماتش اعتزال للاعب مصري تقريبا بره مصر، يعني يمكن تجربه جديده بيعملها حسام غالي، وهو طبعا له الحق في الاختيار فزي ما كان. يعني عايزين نعرف اجواء اقامه مباراه اعتزاليه زي دي في 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 الامارات تحت في العين خاصه، الناس مستقبلاها ازاي؟ الوضع عندك ازاي؟ التذاكر، الجماهير، الاقبال على ايه؟ هو كريم كان معانا وكان في بدايه اتكلم على الجزئيه، لكن نتكلم عليها تاني. اتفضل عليها يعني برضو اكد على استاذ محمد الجزئيه دي بالظبط، لكن انا اللي يهمني الاستقبال لماتش الاعتزال ازاي بالظبط هناك. يعني الفكره دي تقام، لان دي ربما العديد من اللاعبين المصريين يكرروا هذه التجربه، يمكن لان الامور نجحت قبل كده بالظبط، نجحت يعني زي ما السوبر نجح وكررنا التجربه، اعتقد ان ممكن تبقى فكره يعني ولا غضضت عليها، وهنتكلم فيها طبعا بالتفصيل بعد ما نخلص كلام. ويبقى حتى الاخوه في الامارات لو حابين برضو تبقى نجاح هنا ليهم، واتعملت طبعا الامور حته فعايزين نعرف يعني الانطباع الاول هناك ايه عن حاجه زي كده يعني. اكيد طبعا يا استاذ محمد، يمكن الاجواء هنا رائعه، الجاليه المصريه متواجده في فندق الاقامه من صباح اليوم، الاقبال على التذاكر طبعا عارفين التذاكر على النت، وقلنا طبعا اسعارها بتبدا من 105 درهم حتى 300 و350، لكن في اقبال هيكون كثيف جدا ان شاء الله في استاد السعد بن زايد. نجاح المباريات السوبر اكثر من مره هنا في الامارات، يمكن هو ده اللي حمس الكابتن حسام غالي مع احد الشركات كمان الخاصه اللي هي منظمه لهذه المباراه. النجاح اللي فات اللي احنا شفناه سواء مع النادي الاهلي في مباراه السوبر او اي مباراه بتكون في الامارات بيبقى نجاح مميز جدا، الحضور بيبقى رائع، الشكل العام بيبقى رائع، اكيد ما بنقللش طبعا من ان تكون مباراه في مصر، لكن يمكن هنا الامور بتبقى مميزه جدا، وزي ما بقول بتسعد الجاليه المصريه، الجاليه المصريه بتبقى هنا سعيده ومشتاقه ان هي تشوف كل نجوم النادي الاهلي، وكمان اما تبقى مباراه اعتزال كابتن فريق النادي الاهلي واحد نجوم النادي الاهلي وحجم حسام غالي بقيمته الكبيره، بتكون يمكن حاجه رائعه ومميزه جدا وبتنعكس عليهم هنا بشكل كبير. عايز اقول لك هنا يمكن الاجواء رائعه، الجاليه المصريه اللي انا باكد عليها اللي متواجده هنا سعيده جدا 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 بتواجد كل النادي الاهلي وكل نجوم النادي الاهلي، وزي ما بنقول ينقص كل التوفيق غدا ان شاء الله تكون المباراه جيده طليق باسم كابتن حسام غالي. ان شاء الله. بشكرك كريم ومتواجدين معاك، واكيد حضرتك او متواجد بشكل كبير عشان تدينا كل التفاصيل الخاصه بحسام اللي ان شاء الله نتمنى يكون بكره تكريم مميز. كنت بكلمك عن مواقف صعبه يعني كريم بيتكلم فيها ان حسام بيمر بحته شده، بخصوص ان طبعا اخر يوم لا يمكن حتى حسام ده ظهر بالنسبه له في المؤتمر الصحفي اللي عمله في النادي الاهلي قبل ما يسافر يعني بكت بالدموع النهارده على فكره لحد ما كان بالظبط، فده دليل على احساسه الكبير جدا بالموقف اللي هو فيه، وان هو يعني هيسيب كرة القدم اللي بيعشقها، هيسيب النادي الاهلي في الملعب، يعني اللي بيقدر يدافع عنه بنفسه من جوه الملعب، وممكن يطلع يدافع عنه بره من ناحيه ثانيه، لكن النادي الاهلي طبعا بيدافع عنه كلاعب يعني عن النجيله شغال زي ما بياكل النجيله يعني. فحسام مر بتجارب كتيره جدا ومر بمواقف صعبه جدا، ودي ظهرت في شخصيته وجعلته يقدم لنا بعض المواقف اللي فيها انكار ذات غير عادي وانكار ذات غير طبيعي. يعني لما الاهلي يفوز بكاس السوبر في 2015 ولاقيه يجيب عماد متعب ويصر ان عماد يطلع يستلم، وهو يطلع وبمنتهى الاصرار ومنتهى الصدق وبيقدم ده. دي من النوادر يا ريس ان هي حصلت، يعني دي حاجه غريبه محدش بيعمل دي، يعني الناس بتقاتل عشان تطلع تستلم كاس عشان تتصور بالظبط. لما حسام غالي يبقى في ربع نهائي مثلا في ماتش وادي دجله في الكاس لو فاكرينه، ومعاه الكوره وهو قدام الشبكه ويمررها لعماد متعب علشان يطلع عماد متعب من الموقف والازمه اللي هو فيه، ده قيمه كبيره جدا. لما يبقى بيلعب ماتش في البطوله الافريقيه في ماتش الترجي واللاعب جاي يشوط الكوره وهو راح حاطط دماغه قدام الكوره، يعني واحد بيضحي بدماغه ممكن تحصل له اي حاجه. فدي مواقف كتيره جدا تبين لك قيمه وقدر حسام غالي. هو صفات شخصيه جواه كمان اللي انت بتتكلم عليها دي، ما بيخافش بس ويهمه يعني فريقه يكسب. يعني بص الجول أيوة. حاجه مش ممكن، يعني مفيش حد يعني كل واحد ممكن يعني ما حدش بيحب حد اكثر من نفسه. انا استغربت الصراحه يعني انا استغربت انا ممكن عشان انا بحس ان انا كفرود ادي انا قدام الجول انا هو اللي بياخد الشوق كله. حسام غالي قال لك مش عايز اخد حاجه، هو انا عايز عماد متعب. حته عماد متعب وعماد كان نازل وتعبان ومضايق وبتاع محتاجها صحيح. اعتقد ان كريم برضه عنده حاجات تعليق على يعني اضافه بس الكلام استاذ محمد، يعني من برضه من النوادر او من اللعيبه القليل جدا في مصر اللي اجمع عليه حب الناديين وجماهير الناديين القطبين في مصر الاهلي والزمالك. اللقطه اللي في المباراه الاخيره ماتش الاهلي والزمالك، يعني منادات وتشجيع جماهير نادي الزمالك لحسام غالي في منظر بصراحه حضاري جدا، في منظر ينم مين هو حسام غالي عند كل جماهير الكره في مصر، مش عند جماهير الاهلي بس. لا حسام غالي بجد يعني من اللعيبه القلائل اللي هي ممكن تتكرر تاني. ممكن ما يكونش بيبو، ما يكونش حسن شحاته، ما يكونش اللعيبه الكبار دي، ولكن هو له كاريزما، له ستايله، له حضوره، له شخصيته الفريده جدا في النادي الاهلي. وان كان يعني عصبيته او شدته في بعض الاوقات وبعض اللي كانت بتسبب له بعض المشاكل في الملعب، ولكن دي يدل يعني ينم على يعني حبه الكبير جدا، رغبته في الفوز دايما، ما بيحبش الهزيمه، دايما بيلعب على هدف، مش عايز الاهلي يخسر، دايما مركز في المباريات، ودايما مركز في الملعب، لازم المكسب، هو ده هدفه. فبصراحه كانت لقطه يعني انا من ضمن الحاجات اللي هي تضاف لحسام غالي ومش هينساها طبعا، اللي التوديع باخر ماتش له في جماهير في ماتش قمه في اهلي والزمالك وجماهير الزمالك تنادي عليه وتشجعه، ده اعتقد ده يدل على ان قد ايه تجربته كانت ناجحه. اللقطه اللي قدامنا دلوقتي احنا شايفينها دلوقتي مع الجماهير وهو بياخد تليفون من احد المشجعين وهو اللي بيتصور سيلفي معاهم، هو ده المكسب الحقيقي اللي حسام غالي طلع بيه من تجربته في المستطيل الاخضر، وان شاء الله يبني عليها في اللي جاي. تمام يمكن اتفضل الجمله حلوه قوي. يمكن حسام غالي مش الخطيب بموهبته يعني لكن عنده كاريزمته الخاصه زي مثلا كابتن صلاح سليم الله يرحمه ما كانش هو افضل لاعب مثلا في تاريخ الاهلي، يعني كان قبليه عبد الكريم صقر والدزوي فلاجيل، كان قدامه مجموعه كبيره من النجوم، لكن الكاريزما بتاعت الشخصيه بتاعت الشخص هي اللي بتفرض. كابتن محمود الخطيب تلاقيه عنده نفس الحكايه، الكل بيجمع على حبه. كابتن صالح، حسام غالي، يعني في عدد كبير جدا من النجوم تلاقي عندهم الناس كلها بتحبهم سواء في الاهلي او في الزمالك. يعني لما تتكلم على حد بقيمه حازم، كابتن حازم امام في نادي الزمالك، حد يختلف عليه؟ هم قلائل يا ريس، يعني هو اللي لفت نظري ان هتلاقي مثلا 5 6 في الناديين يعني حاجات قليله جدا طبعا. على يعني في شخصيات كده، يعني ليه؟ لانهم اتعاملوا مع الناس بروح وبالظبط وعملوا باخلاص لمكانهم، فده قدام حب الناس كلها يعني صحيح. فاعتقد ان حسام غالي من النوعيه دي. عايز اكلمك بقى واحنا بنتكلم على شخصيه حسام، اكلمك على الجزء الفني الخاص بيه يا استاذ محمد وتطوره منذ بدايته حتى نهايه مشواره. من وجهه نظرك اختلف حسام غالي في الجزء الفني؟ اعتقد ان يعني انا من وجهه نظري يعني يمكن انت كلاعب كوره تدرك هذا الجزء اكتر من احنا كنقاد. يمكن احنا لينا حسابات وانت ليك حسابات على اعتبار انك انت مارست اللعبه، انا عشت جنبه وبلغه الكوره يعني ادعكت في اللعبه، فتقدر تحس يعني زي ما احنا عندنا في مهنه الصحافه والاعلام لما واحد يقرا موضوع لوحده يقول لك الله الموضوع ده ممكن حد تاني بره يقراه. انا بتكلم كمان على تاثيره داخل الملعب. ما انا بقول لك حسام غالي يعني من وجهه نظري الفنيه او قدرته على تقديم الامتاع الكروي لينا كمشاهدين قبل ما نكون نقاد، يعني مر بعده مراحل. يعني المرحله الاولانيه كان لاعب تكتيكي بالدرجه الاولى لما يبقى جاي صغير ويتم الاعتماد عليه وهو عنده 20 سنه، ويلاقي مانويل جوزيه بياخده بيعتمد عليه في ماتش مثلا زي ريال مدريد ويطلع بشخصيته ويروح صانع لك جون عبقري بدل ما هو يروح يروح يديها لصنديه عشان يحطها. يلعب نهائي افريقيا كمان ويلعب نهائي افريقيا، وبعد كده دي مرحله كان لاعب تكتيكي كان بيأدي فيها صحيح. بقدره بسرعه عاليه جدا من غير انت ما تحس بالمتعه عنده قوي. بعد كده لما حسام بدا يكبر شويه بدا يمتعك بالكوره بقى، يعني بقى اسطى في الملعب، بقى الفنان، بقى الفاكهه اللي جوه الملعب تتمنى ان تروح له الكوره علشان تلاقيه يروح عامل لك ادي الجون. بص جون ريال مدريد بالراحه خالص وبيديله يقول له خد حط الجون. مش عايزين يجيبوا ليه بيبو؟ ما جبنا الكوبري بتاع حسام غالي في ماتش روما يا جماعه، ده الكوبري ده اللي اعظم مدرب دلوقتي في تاريخ الكوره دلوقتي جوارديولا. فهو جيت مرحله الامتاع ان بيمتعنا وبيلعب كوره جميله جدا وبيوصلك للجون وبيصنع الفرحه وبيصنع البهجه. وبيوصل اي حد يعمل الهدف من غير ما يكون هو اللي يسجله يعني. فبعد كده بدا حسام، طبعا ده طبيعي جدا ودي سنه الحياه ان الواحد ممكن يقل بدنيا، فده بيأثر عليه بعض الوقت، ده عادي جدا عن انديه لاعب بيطلع للقمه ويبدا ينزل الكيرف تاني، مع انه حتى لغايه المرحله الاخيره عنده ما يعطيه لمده موسم كمان على الاقل، لكن هو فضل ان يعني يترك الكره في هذه المرحله. فحسام يعني قيمه الحقيقه كبيره. تحليل ايه ده؟ انت ما شاء الله بتحلل فني رائع يا محمد. لا يعني انت اتكلمت فعلا في مراحل بيمر بيها اي لاعب، بس هي النقطه في ايه؟ في سرعه تأقلمه بشكل كبير في الوقت ده. يعني مستر مانويل جوزيه فعلا زي ما انت بتتكلم كان بيعتمد على حسام غالي في حته اللياقه البدنيه اللي كانت موجوده ورغبته في ان هو يثبت نفسه، وان هو عنده امكانيات عقليه وتكتيكيه بشكل كبير في وسط الملعب ان هو يقدر يستغلها. وده كان انا كلاعب في الوقت ده كنت بلعب جنبه كراس حربه كنت بحس بيها بشكل كبير. هتشوفها كمان في مباراه 6-1، هتشوفها في مباراه 4-4، وهكذا هتشوفها في المباراه اللي ممكن فعلا حسام غالي ابتدى فيها في الجزئيه دي 4-4 ثم انت جبت فيها الجون. ده كان ماتش رائع ده. فانت بتتكلم في وقت من الاوقات حسام غالي فعلا هي بدايته كانت كلاعب تكتيكي عنده مجهود كبير بيقدر يفيد الملعب بشكل كبير في وسط الملعب، وبعد كده انتقاله وبعد كده الجزء الاحترافي اللي انا عايز اتكلم برضو عليكم فيه. بس قبل ما انتقل للجزء دي لو انت عندك تعليق على مشوار حسام غالي في الدوري المصري وبدايته كريم. خلينا طبعا يعني حسام يعني من اعتقد من مارس 2000 اول مباراه له مع الاهلي كانت امام نادي الشمس. خلينا نتكلم رقميا شويه على حسام غالي. يعني في الدوري 300 لعب 301 مباراه مع النادي الاهلي، في بطوله الدوري 185 مباراه، حقق اربع بطولات مع النادي الاهلي على مدار تاريخه في بطوله الدوري، واحرز خلال مشواره مع الاهلي 8 اهداف. ده بالنسبه للبوزيشن بتاع حسام غالي او الطريقه اللي بيلعب بيها في وسط الملعب، وان هو ما عندوش مهام هجوميه، وان كان هو بيعتمد على نفسه في بعض المباريات وبيطلع لوحده وبيخش يشق طريقه ويعمل ثرو او يعمل بينيه لاي حد الجون عشان كده. ولكن 8 اهداف انا شايف ان ده معدل برده كويس. في كاس مصر لعب 24 مباراه واحرز هدفين وسجل وجاب بطوله الكاس 3 مرات مع النادي الاهلي. السوبر المصري اللي شارك في 4 بطولات فاز منهم ب3، وده ان ده اللي برضه بيدل على ان ده قائد، ده كابتن، ده بيقدر يوجه الفرقه لمنصات التتويج. ده هو ده الدور اللي الاستاذ محمد بيتكلم فيه وان احنا بنركز فيه وكل الناس بتلمسه فيه. حسام غالي بطولات افريقيا لعب 84 مباراه وسجل 5 اهداف، ودي يعني ده الرقم الوحيد اللي انا وقفت عنده، لان برضه يعني 5 اهداف في بطولات افريقيا. طبعا انت هداف كبير وهداف نادي الاهلي، برضه لها مدلول كبير ان اللي لاعب في مركز حسام غالي يجيب 5 اهداف في بطولات افريقيا وفاز في البطولات. يعني حقق بطولات برضه بطولتين مع النادي الاهلي، وحقق الكونفدراليه برضه، دي يعني محسوبه له ما حصلتش هي مره واحده في التاريخ، وحقق السوبر الافريقي. مع المنتخب لعب 61 مباراه وسجل 4 اهداف على المستوى الدولي. فكل الارقام دي بتدل ان احنا فعلا قدام موهبه كبيره، قدام لاعب اعطى كتير جدا لمنتخب بلاده واعطى كتير جدا للنادي الاهلي. وزي ما النادي استفاد منه، هو استفاد بشهرته، استفاد بنجوميته، استفاد ان هو بقى وصل للقب الكابيتان. وزي ما انا قلت لك في البدايه وصل ان هو دلوقتي حسام غالي اللي كل الناس ما زالت هتتذكره بالخير، هتتذكره بالبطولات، بالانجازات اللي حققها مع النادي الاهلي. التطور، وانا كنت سمعتك طبعا في الفقره اللي كانت قبل دي، حته الاحتفاظ بالكره وحته المراوغات وحته الحاجات بقى اللي بتعجب الجماهير، يعني دي انا كنت بعتبرها ميزه في حسام غالي في بعض المباريات. لان كان الاول الجمهور طبعا، وكان الاستاد لما بيبقى فيه 80,000 و60,000 و100,000 كنا برضو محتاجين الحاجات دي. يعني انت لحد الان لسه الكوبري بتاع جوارديولا لسه عالق في اذهاننا، دي حاجه ما بننساهاش يعني. انت فاهم حاجات كده بتبقى ما بين لعيبه الكوره، الكوبري ده بتبقى للجمهور كمان حاجه بالظبط. انا بقول لك هي ممتعه، هي دي المتعه بتاع كره القدم. ماتش زي روما طبعا، وللعيب زي جوارديولا بعد كده كمان بقى مدرب، فانت بأي خلاص حاجة. طبعا لا، هي بقول لك الحاجات دي بتفضل يعني في اذهاننا، في اذهان الجماهير، في اذهان النقاد، في اذهان بتبقى حاجات حتى اللاعب نفسه لما بيبطل كوره يعتزل بتاع كل الحاجات دي هو ده رصيده. احنا بنحتفل بحسام فلازم نبسطه في كل حاجه طبعا. لا هو يستاهل والله، وانا طبعا يعني كل الناس مقدره وكل الناس يعني عذره حسام. يعني احنا النهارده حتى شفناه في المؤتمر، وان كان تملك نفسه وما كانش زي المؤتمر هنا في النادي الاهلي، لان هنا برده المؤتمر لما كان معمول في النادي الاهلي وهو شايف كل لعيبه النادي الاهلي قدامه، كابتن زيزو على يمينه، كابتن سعد حفيظ، كابتن حسام البدري، مجلس الاداره، كل الناس موجوده، برضه بيتذكر تاريخ كبير طبعا جدا مشوار، فغصب عنه الدموع خانته، وطبعا انهمر يعني في الدموع يعني نزلت من عينيه غصب عنه. كان حاجه برضه بتدل على قد ايه مدى عشقه ومدى ارتباطه بالنادي الاهلي وبالبيت اللي هو اتربى فيه. 18 سنه وشهرين بالظبط من اول مباراه لعبها امام الشمس في مارس 2000 في مارس كانت في شهر مارس سنه 2000 كانت امام الشمس والاهلي كسب في المباراه دي 4-1. يعني 18 سنه بيلعب باسم النادي الاهلي، غير تجربته طبعا الاحترافيه بره في اوروبا، فيعني نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. طبعا التجربه احترافيه، ولكن قبل ما اروح تجربه احترافيه وهي ممكن تكون اثرت بشكل كبير على حسام غالي في حصوله على بطولات مع النادي الاهلي يا استاذ محمد. حسام يمكن سافر 2003 او احترف 2003 ورجع للنادي الاهلي 2010. الفتره دي كان كم البطولات للنادي الاهلي كبير جدا في جيل كان ما شاء الله جيل قوي جدا. فبالتالي يعني اعتقد انه برضه اتظلم في الجزئيه دي، لكن حته الاحتراف طبعا كانت بالنسبه لحسام اهم. طبعا هي بالنسبه لحسام وبالنسبه لاي لاعب يعني حسام غالي كان موهبه تستحق ان تاخد فرصه بره، والاهلي ما حرموش من هذه الفرصه واداله الفرصه دي بشكل كويس جدا. لما راح في نورد، بعد كده لما راح توتنهام، بعد كده لما راح ديربي كاونتي، يعني فعمل مجموعه تنقلات. وراح ليرز على فكره، خلي بالك يا استاذ محمد، بس بعد ما رجع بلجيكي برضه يعني لفه على عدد كبير جدا، لانه كان اي حد يشوفه لازم يعجب بقيمته وبمهارته وموهبته، وكان بيبقى اضافه لاي فريق. يعني صحيح ما لعبش مع فرق كبيره جدا، لكن برضه كان ليه بصمته الاحترافيه وكان ليه قيمته. فريق كبير طبعا، واحد من الفتره دي تم القمه في الدوري. الفتره بتاعت توتنهام دي تم اختياره في التشكيله المثاليه في احدى الجولات في الدوري الانجليزي. ده برضه يعني رقم ومحطه مهمه جدا في تاريخ بالظبط يعني. فكان ليه بصمته يعني، وكان لازم تبقى ليه بصمته يعني، لكن هي طبعا اثرت عليه في الارقام اللي هو ممكن يحققها مع النادي الاهلي، لكن هو في النهايه كان قانعا بانه لابد ان ياخد هذه التجربه، لان التجربه دي هتضيف له سواء كان لاعب او بعد ما بطل كوره. يعني بالزبط. اي لاعب كريم لما بيعتزل حتى تجربه الاحتراف دي بتبقى اضافه ليه، بتبقى في مخزونه، بتبقى في خبراته، سواء عمل في الناحيه التدريبيه او عمل في الناحيه الاداريه او عمل في اي مجال او عمل في مجال التحليل، لانه بيروح يعيش الكرة القدم الحقيقية هناك بنظامها الاحترافي بكل ما فيها من قيم وتقاليد وأعراف وضوابط والتزامات، وكل ما فيها من جوانب فنية على أعلى مستوى، وجوانب تدريبية، وجوانب بدنية بتتحسب بالسنتي، والأكل بياكل بالجرام. كل ده أعتقد بيأثر في شخصية أي لاعب بيحترف وبيضيف له كتير جدا. فهو كان عنده إصرار، وأي لاعب أعتقد لاعب كرة لازم يبقى عنده هذا الطموح. يعني يمكن الأجيال بتاعتكم كنتوا اتظلمتوا في حاجات كتيرة، إن الدنيا ما كانتش مفتوحه. الجزء الاحترافي كان الى حد ما كانش لسه الى حد يعني، حتى اللي كان بيطلع من الباب الضيق يعني، وكان بيطلع في حاجات اقل. لكن دلوقتي لما الدنيا مفتوحه، الدنيا بتتاح فرص كبيره جدا للناس، زي ما شايفين الموهبه الكبيره بتاعتنا احنا، ربنا يحفظه كابتن محمد صلاح في تجربته العظيمه مع الدوري الانجليزي. وعندنا زمان لما كنا بنلعب اي فرقه كنا بنقول ايه ده جايبين 15 و20 محترف، واحنا كان ممكن يبقى عندنا واحد او ما عندناش خالص. احنا ما شاء الله دلوقتي اللهم صل على النبي، احنا يعني ممكن تلاقي الفرقه بتاعتنا منها 10 محترفين جوه الملعب وفي الدوريات وفي فرق كبيره جدا واسماء معروفه في اوروبا. فلما كنا بنروح نلعب مع الكبار كنا بنبقى خايفين. دلوقتي الحمد لله بقى لنا ثقل، وبقى لعيبتنا ما يخافوش، بيلعبوا مع الناس كلها. فدي بتبقى اضافه للاعب واضافه للنادي واضافه لمنتخب البلد. اعتقد يعني تجربه حسام كانت تجربه مهمه جدا، وتجربه بندعو يعني نتمنى ان كل لاعب مصري تتاح له هذه الفرصه، لان المؤكد ان الفرص الاحترافيه اقوى واهم في تجهيز اي حد فنيا كلاعب واداريا حتى في المستقبل. معاك. هي تجربه مساعده، لان هيجيب لنا الفكر اللي بيتمرنوا هناك، زي مثلا خبراته هتتراكم عنده بالظبط. زي مثلا يعني محمد علي لما جه يبني مصر الحديثه زمان، طلع الطلبه يدرسوا بره. الطلبه دول درسوا وتعلموا وجم بقوا مدرسين عندنا هنا، فعملوا نهضه كبيره جدا في مصر. مصر الحديثه كانت حاجه عظيمه. نفس الحكايه دول هينقلوا لنا الفكر العظيم والحاجات العظيمه اللي هنقدر نشوفها لما اللي عندنا 50-60 لاعب عاشوا هناك ونقلوا لنا فكرهم وتجاربهم. اعتقد ده هيكون على المدى البعيد ليه اثر على الكره المصريه. طيب خلينا بس اقول لكم ان الشوط الاول لفريق الاهلي سيدات بيلاعب سبورتنج انتهى بفوز النادي الاهلي 20-15. ان شاء الله النادي الاهلي او سله السيدات للنادي الاهلي لو كسبت النهارده بتحصل على بطوله الدوري ان شاء الله، ويبقى كده النادي الاهلي في جميع البطولات السيد السله اخذ كل البطولات في حاله ان شاء الله الفوز ببطوله الدوري النهارده. كريم برضه احنا بنتكلم على حسام، تقييمك للتجربه الاحترافيه لحسام؟ والله بص، حسام استفاد كتير جدا من تجربته في الدوري الانجليزي. يعني انا كنت شايفها دي كانت افضل مرحله له اللي هو استفاد منها، وبس هي ما كملتش. يعني انا من وجهه نظري متواضعه ان هي كان المفروض يكمل بعد توتنهام، كنا محتاجين ان هو يعلى مش ينزل بقى يعني. حتى ولو كان في الفتره بتاعت ليرز او لما راح النصر السعودي، لا حسام نزل في الفتره دي من الاعلى للادنى. كان محتاج، ولكن هي الظروف ساعتها كانت يعني كان في اجبار على كده، كان هو الوضع كان خلاص، هو برده شاف ان هي ما كانش فيه او عروض، او هو مثلا هو ميوله او اختياراته كانت مايله ان هو يرجع تاني الفتره بتاعت ليرز وبعدها يروح النصر السعودي. اللي بعتبرها برده فتره النصر دي كانت صعبه على حسام شويه، اثرت عليه شويه يعني، هو خدت منه مش اكتر من اديته يعني، هي الفتره بتاعت النصر السعودي خدت من حسام ما اضافتش له. لكن لما رجع النادي الاهلي بقى وصل بقى لمرحله النضج بقى والتوهج الكروي، استفاد بقى في الفتره دي بكل عناصر بقى الخبرات وكل التجارب اللي خدها في تجاربه الاحترافيه، ابتدى بقى ينفذها على ارض الواقع في الفتره الاخيره في الاهلي. وده اللي ظهر بقى لنا، شفنا حسام غالي في الفتره لما رجع بعد النصر السعودي قبل ما يرجع تاني يبقى يعير ويرجع تاني النادي الاهلي، دي كانت الفتره اللي حسام خلاص بقى وصل فيها لقمه بقى نضوجه، وكان دي الفتره دي برده كان متواجد فيها في المنتخب، فكان جمع بين الخبرات الدوليه والخبرات المحليه وخبراته مع المنتخب، خبراته في افريقيا، فده شكل شخصيه حسام، وده اللي هو نهى بيه حياته دلوقتي يعني. ده كله تبلور في النهايه ان ده اصبح الكابتن، اصبح حسام غالي اللي دلوقتي كل مميزات اللاعب الناجح متوفره فيه. فدي حاصل جمع تجربته في انجلترا، تجربته في هولندا، تجربته في البطولات الافريقيه اللي لعبها في الدوري السعودي في ليرز، وطبعا قبله يعني من قبل ومن بعد طبعا خبرته في النادي الاهلي واللي اكتسبه في النادي الاهلي. طبعا ما قطاع ناشئين يعني زي ما الاستاذ اوسي في الاول اشار ان هو يعني لاعب كمان لعب في غير سنه، ودي صعبه جدا يعني. دي انتوا لما بتبقوا لعيب الكوره ناشئ لما تتحط في حته يعني، انا لما اجي اقعد مع استاذ اوسي يعني هيبقى برضو في جابه، وانا هبقى عندي مثلا حته رهبه شويه ان انا قاعد مع الرئيس بتاعي مع استاذي، فانت لما هتطلع مع حد هيبقى مثلا لاعب 15 سنه او 14 سنه، هتيجي تحطه مره واحده في فريق ال 17 و 18 يبقى عنده رهبه. بتختلف بقى الفروق الفرديه باللاعب، من لاعب للاعب اخر، ده هيقدر يتاقلم وينجح مثلا. وعندنا المثال الحي بتاع دلوقتي صلاح، احنا عندنا لعيبه كبيره جدا جات لها نفس الفرص بتاعت محمد صلاح، ولكن هم اللي فرطوا في الفرصه دي. في الدوري الانجليزي عندنا كان تجربه عمرو زكي، كان عندنا ما استغلش الفرصه دي، وغيره اسماء كثيره جدا ما استغلوش. لكن محمد صلاح تمسك بفرصته، تمسك بالتحدي بتاعه. بص ريحني دلوقتي كان خلاص اللقطه لا هاتها تاني بقى، بص بحسام شويه كان لسه صغير هنا برضه في الوقت ده، خلي بالك يا محمد واحنا بنتكلم يعني لسه حسام مش برضه مش اي لاعب برضه يفكر فيها هي دي يعني مش اي بص مش قادر راح الجون هي ساعتها. محمد بيطلبها من ايفلينو من اول ما طلع، ايفلينو اللي جاب الهدف ده اهو، هي راحت جون كمان اهي. ايفلينو هو لاعب ثرو باس كمان هايل يعني. لا حسام طبعا حسام موهبه كبيره جدا يعني، ان شاء الله يعني بتمنى له كل التوفيق يا رب في اللي جاي. وانا يعني على المستوى الشخصي انا بتمنى له ان هو يختار البوزيشن اللي بعد كده اللي هو هيبدع فيه بنفس مكان بيبدع فيه كلاعب، او يشوف حاجه هو كمان السمات القياديه اللي عنده هتساعده ان هو ينجح في اي قطاع هو يختاره، سواء اتجه للعمل الفني والتدريبي، او اتجه للعمل الاداري، او مجلس الاداره في النادي الاهلي، او منظومه الكوره واداره الكوره في الاهلي شافت ان هو ممكن يستعينوا بيه في اي منصب اداري. اعتقد ان حسام هيكون اضافه للاهلي في في اي اختيار هو هيختاره. بس محمد بص جوارديولا الصراحه اتضايق بعد الكوبري ده، انا حته ما بعد الكوبري، دي بتبقى صعبه قوي على مهاره حسام وثقته بنفسه الكبيره يعني. بص يعني ازاي يعني بيتحرك وبيراوغ وبينطلق وبيعمل تمريره تنتهي بالنهايه الهدف، فده يعني هو من صغره هو بيقدم بهذا الشكل. انت يعني انت ناسي الجون وفاكر الكوبري يعني. لا اصل الماتش ده بص اقول لك حاجه، افكرك انا بالماتش ده، احنا كسبنا تقريبا 2-1 في الماتش ده، وكان فابيو كابيلو هو المدير الفني في فريق روما. ايوه كابيلو يعني طبعا احنا كنا كسبانين قبل كده الريال، فدي روما وتكسبه برده، فدي كانت حاجه مميزه. واللي ضايقني بقى في الماتش ده يا محمد ان انا كنت التيشيرت بتاع روما كان تيشيرت مميز قوي في الوقت ده، ولسه ونازل بستايل معين، وكنا عايزين نغير التيشيرت. فابيو كابيلو عشان احنا كسبناهم او يعني كان في الوقت ده ما كانش فيه اتفاقات يعني ما بين الشركات ان انت تاخد تغير تيشيرتات، ما رضاش يدينا التيشيرتات وزعلت للدرجه دي كان مغلوب. فانا فاكر بقى حته حسام غالي دي والمكسب طبعا لينا. خليني اقول لك حسام غالي بالرغم ان هو كابتن فريق النادي الاهلي، لكن يعني لما جه قعد على الدكه ما عملش اي مشاكل مع الجهاز الفني، ودي كانت حاجه يعني برضو مسؤوليه عليه بشكل كبير يا زلمه. طبعا كسرها ازاي يعني؟ يعني اللي هي الفتره الاخيره اللي رجع فيها، الفتره الاخيره بالذات كمان طبعا ده يعني بيعبر، حتى لما كان بيقعد ما كانش بيبقى فيه مشكله لا خالص يعني. دي بقى شيمه الكبير خلاص والنضج اللي هو وصل له والثقافه اللي هو فيها. انا دلوقتي رجعت النادي الاهلي بقضي فتره قد تكون الاخيره في مسيرتي الكرويه، عملت كتير، لعبت كتير، في النهايه لازم اسلم الامر للجهاز الفني، هو اللي بيدي وهو اللي اختار. اعتقد ان الحته دي بتبقى صعبه على اي لاعب، اعتقد انك انت كلاعب اكيد اللاعب بيحسها قوي وهو قاعد على الدكه يعني، فكون انك انت يعني تكتم هذا بداخلك وتقبل بهذا وترضى بهذا وتاخد ده بنوع من السماحه ونوع من الرضا ونوع من القبول، فده شيء عظيم جدا بيعبر عن الشخصيه وعن دي شخصيه متسامحه مع نفسها، دي شخصيه شايفه نفسها في مكانه كبيره جدا في المستقبل سواء في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي، فلازم يبقى كده. فطالع بمشهد جميل جدا يعني، اعتقد ان اعظم حاجه يعني دايما بنقول ان حسن الخاتمه يا رب في اي حاجه في حياتنا كلها، فلما ربنا يعمل لك حسن خاتمه في الملاعب بهذا الشكل، اعتقد ده شيء كبير جدا وشيء تتويج لجهد. يعني انا دايما يعني عندي قناعات في جمله العدل الالهي، انك مش ممكن حياتك كلها تبقى هلس في هلس في هلس وتيجي في الاخر يعني ربنا يديك حاجه تخليك مولانا يعني، فانت ممكن بالظبط يعني انت لما يكون عندك جهد وعمل وتعبان فيه طول الوقت وبتبذل جهد حتى لو ما حدش شايفك، في اللي شايفك، في ربنا هو اللي بيقيمك، حتى لو ما خدتش حقك في وقت معين هيجي وقت هتاخد فيه حقك وهتاخد فيه جهدك وهتاخد فيه المكانه اللي تليق بيك وتطلع بالشكل اللي يشرفك والشكل اللي يديك قيمه كبيره جدا. اعتقد حسام غالي لعب كتير جدا في بعض الاوقات ما خدش حقه كموهبه كرويه في الملاعب المصريه، يمكن في ظل وجود مواهب كبيره جدا، عندنا مواهب بتختفي وسط نجوم كبار، لكن هو بيأدي دوره باختفاء من غير ما يتكلم ويقول يا جماعه ده انا اللي بعمل كذا، يا جماعه ده انا اللي بدي، يا جماعه ده انا اللي بضحي، هو ما بيقولش ده، فبيأدي ده، فبيجي في الاخر ربنا بيكرمه بهذا الشكل. يمكن انتوا عاصرتوا استاذ محمد كريم المشكله اللي حصلت لحسام غالي في حته الشاره برضو، عايزين بس هو اتكلم عليها في برنامج تلفزيوني وان بيأكد على جزئيه ان هو الموضوع ده الناس فهمته غلط ولا يمكن كان ابدا يكون في جزئيه ان هو يقلل من قيمه النادي الاهلي او يعني، بدليل بعد كده ان يعني الامور مشيت عادي وطبيعي ورجعت له الشاره تاني. دي مهم برضو ان احنا نتكلم عليها ومدى الظلم، ولسه نتكلم على جزئيه المنتخب الوطني لو تتذكرها كريم، جزئيه المشكله اللي حصلت في النادي. بص هي طبعا زي ما انت قلت دلوقتي، لاعب كبير بحجم حسام غالي كان فهمت غلط، اي لاعب اي لاعب، بس هي برضو ولكن احنا مهما كان حسام كلنا بشر وكلنا لنا نقط ضعف، كلنا طبعا لنا لحظات بنسهو فيها، لحظات بنضعف فيها، لكن يعني انت تحسها اكتر مننا كلاعب يعني برضو لها قيمه كبيره جدا شارة النادي الاهلي، لان انت قائد النادي الاهلي، اي بطوله بتتحسب في الوقت ده بتبقى انت القائد بتاعها، انت اللي رافع الكاس، انت اللي شايل درع الدوري، انت اللي جايب افريقيا، انت اللي جايب كونفدراليه. ولكن هي زي ما حسام وضحها، اي حد كان هيتكلم فيها كان هيقول كلام مرسل، كان هيقول كلام، كان هيجمل الصوره، كان هيزوقها، ولكن حسام نفسه قال ان الامور ما كانتش اكتر من ان هي يعني هي في وقتها، وبعد كده خلاص ما فيش ازمه يعني، ما وصلتش لدرجه بعد في لعيبه مثلا في الاهلي او في غير الاهلي علشان موضوع الشاره ده ممكن يمشي ويهدد ان هو هيسيب الفريق وهيرحل ويعمل مشاكل ونخش بقى في صراعات ثانيه وحاجات بقى شخصيه، لكن حسام رجح المصلحه العامه على مصلحته الشخصيه، رجح مصلحه الكيان، حبه للكيان والفالندا الحمراء والنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. حسام يعني اي لاعب غير حسام غالي كان ممكن يفكر ان هو يكمل في فتره زي اللي احنا فيها دي، الاهلي يكمل ان شاء الله في بطوله افريقيا وممكن يكون في كاس عالم للانديه، كان ممكن يقول لك اكمل واجل القرار ده، كان لسه المنتخب برضو لسه الدنيا ماشيه مع المنتخب ورايحين كاس عالم ومحدش عارف بعد كاس العالم منظومه الكره في مصر هتبقى عامله ازاي، كان يقول لك ممكن اقعد سنه كمان استفاد باللي هيتم والهيكله والشكل الجديد كمان حتى اللي تم الاعلان عنه هيتم فيه مفاجآت في الدوري وفي المنظومه الرياضيه في مصر، لكن حسام ذكائه او زي ما الاستاذ محمد قال يعني البدايات خير، فربنا انهاله خير يعني، ربنا اختار له النهايه الخير عشان هي بداياته كلها كانت ماشيه كويس وبيرضي الله، فربنا اختار له الختام في الاخر حاجه كويسه، حاجه تليق بيه، حاجه مشرفه، فهو انه هو اللي يختار اللعب، هو اللي يطلع يختار ويقرر ان يوم 11/5 انا ده قرار ماتش اعتزالي وده قرار ترك الملاعب في حيث الفرقه. طب اللقطه دي اتكلمتوا عليها يا استاذ محمد ازاي؟ في اللقطه دي بالذات ما دي لقطه الكاس اللي هي تعالى يا عماد، الدوري ولا الكاس؟ هي دي كان دي في الدوري، دي الدوري هو عماد اقناع لما هو لا هو كان غالي، كان هو بيقول له انت يعني كان بيتفق معاه ساعتها رئيس مين هيطلع، هو بيقول له لا انا هطلع وانت هتيجي تشيل الدرع معايا. حسام طبعا متعب رد له يعني برضو ان انت الكابتن، برضو كان عارف برضو ان هو لازم يعني، دي برضو بحاجه نفسيه بين اللعيبه وبين بعض، ولكن هم في النهايه الشكل كان حضاري جدا، كان جميل جدا، كان كويس جدا، والاثنين استفادوا بيه. لسه هي اللقطه دي اللي احنا بنتكلم عليها، الاثنين استفادوا، وفي الاول وفي الاخر جابوا الدرع للاهلي يعني، اتحسبت له بالظبط يعني. طيب يعني عايز اخد من كلام كريم على موضوع الشاره، يمكن لحظه طبعا الشاره الفتره اللي كانت مسحوبه فيها يا كريم من حسام غالي. انا كنت موجود مع النادي الاهلي، كان في معسكر في الامارات، والشاره رجعت لحسام غالي في المعسكر ده بالظبط، وكان في اصرار من كل لعيبه الاهلي ان الشاره ترجع لحسام غالي. يعني شوف يعني اللعيبه كابتن فاروق انا كنت معاهم في المعسكر، ويمكن بعد ما حسام غالي خد الشاره دي مباشره عملت معاه حوار، كان الوحيد في المجموعه اللي هناك، كان انفراد في البعثه اللي كانت موجوده هناك. انا فاكر الموقف ده. الجزئيه الاهم ان اللعيبه كانت سعيده جدا، وهي اللي كانت بتسعى، وهي اللي كانت مصره ان حسام غالي تنتهي مشكله الشارع بالنسبه له. هو ما كانش في دماغه الموضوع زي ما كريم بيقول لك ان عادي، الامر بالنسبه له عادي جدا، والشارع تيجي مش شرط ان يحط الشارع على كتفه. يعني ما عملش زي لعيبه ثانيه، الدماغ ما عملش زي لعيبه، في لعيبه ثانيه هددت ان هي هتمشي بسبب موضوع الشارع، وفي الاخر ايه اللي راحوا فين يعني. فكان ضمن الاسئله العامل الاساسي سالتها له يعني الموضوع ده بيمثل لك ايه؟ قال لي ما بيمثلش حاجه خالص يعني، عادي جدا. ده كابتن النادي الاهلي يعني قال لي بص يعني انا يعني بالمعنى العام كده، انا خدام النادي الاهلي في اي مكان يعني سواء كنت لاعب عادي جدا او الكابتن او القائد او في اي موقع، انا بخدم النادي الاهلي وبحب الكيان ده وبحب المكان ده، فمش مشكله بالنسبه لي. فما كنتش بعاني في الفتره اللي كانت مسحوبه مني، لكن طبعا دي مسؤوليه كبيره جدا عليا، وكفايه ثقه الناس، وبرده كادت الدموع ان تتساقط في نفس المشهد بنفس اللحظه لما رجعت له. فده بيعبر عن ان هو قيمه كبيره جدا، وان هو راجل محبوب من زمايله، وراجل يعني ربنا يوفقه ان شاء الله. طيب واحنا بنتكلم في الجزئيات الخاصه بحسام وبعض الصعوبات اللي قابلها، اكلمك على جزئيه منتخب مصر استاذ محمد كريم، وعدم انضمامه للمنتخب او انضمامه ثم خروجه من المنتخب لاسباب ممكن حتى الان احنا يعني تضارب في الاقاويل في الجزئيه دي. ولكن حسام قال لك انا ما كانش عندي مشكله تماما في مع اي فرد من الجهاز الفني. انضمامي هو او عدم انضمامي كانت وجهه نظر الجهاز الفني للمنتخب. يعني انا ما اعرفش انتم متابعين اكتر مني في الجزئيه دي وغطيتوها بشكل اكبر يعني كصحافه. انا طبعا هي يعني هو كلام اثير كثيرا حول هذا الامر، لكن احنا يعني خلينا في المشهد العام ان حسام في النهايه حصلت يعني سواء كانت حصلت مشكله او ما حصلتش، فدي وجهه نظر جهاز فني كانت عنده قناعه ان هو ما يضمش حسام غالي، وهو يا سيدي هو خلاص له الحق، ما فيش مشكله، هو خد قراره وحسام تقبل والقصه انتهت. يعني عدم لعب حسام غالي نفسه في كاس العالم دي برضه يعني ذو اهميه اكيد لاي لاعب، اي حد في مصر تحديدا بعد سنين 28 سنه انت بتتكلم في 28 سنه يعني طبعا. فيعني الجيل اللي صعد في كاس العالم ما زال يشار اليه بالبنان، من سجل هدف في كاس العالم ما زال موجودا يعني، بس ان شاء الله قربت تنتهي واخد بالك. فاصبح عندنا بالنسبه لكاس العالم ده عقده، فبات من يذهب للعب في كاس العالم، فهذا حدث عظيم. يعني هو العدو بيقول لك انا لعبت افريقيا، لعبت العاب اولمبيه، لعبت كاس عالم من سنه 90 ما حدش بيلعب. فلما يبقى حسام غالي موجود في الملعب في الفتره دي وتبقى فرصه كاس عالم وان هو يلعب، اعتقد ان هو كان يهمه جدا ان هو يبقى موجود فيها. اما وان هذه الفرصه قد انتهت فخلاص، يعني بالنسبه له الامر منتهي ومتقبل الامر بصوره عاديه، وحتى الراجل امره ما طلع ولا جرح ولا اهان ولا اتكلم في حاجه، لا ما اتكلمش خالص بشكل عادي. بس هي اللي يؤخذ بس على الجهاز الفني المنتخب في الفتره دي ان انت يعني حسام طلع بدل المره مره واثنين وثلاثه واتكلم ووضح وقال انا ما عنديش مشكله وما عنديش خلاف وما عنديش اي ازمه مع البتاع، ولكن في تجاهل تام جدا من الجهاز الفني للمنتخب لموضوع حسام غالي. احنا ما شفناش، احنا بنسمع رد من طرف واحد ما بنسمعش للطرف الثاني، او هم مش عايزين يقولوا في ايه. لكن حسام غالي جه في فتره من الفترات ما كانش الناس اللي في نفس مركزه في المنتخب احسن منه باستثناء المحترفين. يعني ده كان في وقت من الاوقات هو رقم واحد في النادي الاهلي يعني في مصر. ما انا بتكلم، خلينا احنا بتتكلم، انت بتقيم مع الفريق، فانت بتاخد ناس اقل منه في المستوى في نفس البوزيشن بتاعه في نفس المركز بتاعه دون ان انت تعلن الاسباب. ولكن هي اللي احنا عارفينه طبعا، وحضرتك سيدي اللي عارفين في ده، ان كوبر او الجهاز الفني للمنتخب عنده قناعات ثابته لا يغيرها، عنده طريقه لعب ثابته ما بتتغيرش، عنده قناعات بلاعيبه معينه هم اللعيبه، بدليل اختياره لحماده طلبه في وقت من الاوقات تحس ان هو ما كانش موجود. كنت هقول لك عليها كره قدم حتى هو بره، وانت خدته انت اتكلمت على لاعب تاني عنده مشكله وكنت هتضمه للمنتخب وتجاهلت حسام غالي. طب يبقى ده الامور هنا يعني بتدل بقى ان لا، في بقى حاجه، يعني في امور انتوا مش عايزين توضحوها عنا كجهاز فني للمنتخب. ولكن حسام نهى الموضوع ده باعلان قرار اعتزاله وقبل كده اعتزال اللاعب الدولي. ولكن انا كنت اتمنى ان لاعب بقيمه حسام غالي كان ممكن يتم تكريمه في معسكر زي معسكر سويسرا اللي فات، ان هو ينضم ولو على سبيل التمثيل المشرف او حاجه تكريم له، حاجه احتفاء من منتخب بلاده بغض النظر عن الاشخاص او عن الجهاز الفني. لا، اتحاد الكوره، المنتخب، الجهاز الفني المنتخب، حتى لو لاعب له مشكله مثلا والمشكله اتحلت وتدخل فيها رئيس اتحاد الكوره شخصيا ومجلس اداره النادي الاهلي وتدخل فيها كل الناس القريبين من جميع الاطراف وكانت انتهت. ولكن انا ما بتكلمش على مين غلطان او مين، برضه عشان الكلام ما يتفهمش غلط ان حسام مثلا اعتذر او ما اعتذرش او حصل مشكله. لا، انا بتكلم على نوع من التكريم. انت لاعب خلاص، هو اعلن ان هو هيترك الملاعب، فيعني زي ما انت عرضت على احمد الشناوي تقديرا لدوره مع المنتخب طول مشوار في التصفيات، ان انت تاخده على سبيل التكريم والاحتفاء بيه في كاس العالم، واللاعب ذوقيا منه واعتزازه بنفسه عشان هو مصاب وقال انا هو اللي اعتذر. كان ممكن انت برضو تقدم نفس المبادره دي، مش في كاس العالم، ما بتكلمش على كاس العالم، بتكلم على معسكر زي سويسرا، على ماتش زي الكويت، على ماتش على المعسكر اللي جاي، ولو على سبيل التكريم بره القايمه يا سيدي اللي هتروح المنتخب. ولكن انت عندك لاعب بقيمه زي ده، لاعب دولي كبير جدا، لاعب له اسمه في العالم كله وشرف مصر ولاعب واشترك مع منتخب مصر، كان صحيح. على سبيل التكريم خليني اروح سريعا بس للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. تحياتي ليك يا باشمهندس. مساء الخير يا فاروق، تحياتي لحضرتك، تحياتي لحضرتك، تحياتي استاذ محمد القوصي واستاذ كريم ابو حسين معانا في الاستوديو. يعني باشمهندس يعني بيطمنا على حضراتكم كده هناك في الامارات. طمنا على حضراتكم وعلى التكريم، ويعني واليوم ان شاء الله اللي هيبقى جميل بكره ان شاء الله يا باشمهندس. والله يا محمد كل حاجه ماشيه تمام، احنا وصلنا تقريبا الساعه 6:30 الصبح على الشارقه، وطلعنا من الشارقه على دبي، خدت حوالي يمكن ساعه ونص تقريبا، وبعدين الشارقه طلعت تنام، وبعدين كان في مؤتمر صحفي الساعه 3 بتوقيت هنا، طبعا بكلمك كله بتوقيت الامارات. والحقيقه كان في بيحضروا مندوب الشركه الراعيه، وكان في اياكس امستردام كان الكوتش بتاعهم وكان كابتن الفرقه، وكان في طبعا كابتن حسام غالي طبعا وكابتن حسام البدري. والحقيقه كانت يعني كان مؤتمر محترم، وبعدين بعد كده طبعا الفرقه اتغدوا، وبعدين راحوا التمرين. النهارده كان التمرين بدا الساعه 7:30 تقريبا، والحقيقه كل حاجه تمام والامور ماشيه كويس، وكابتن زيزو وصل الحمد لله، والترتيبات كلها تمام. وطبعا احنا بس لازم نقول يا كابتن اتفضل يا باشمهندس ان احنا يعني طبعا ماتش تكريم حسام غالي. طبعا حسام غالي ابن من ابناء النادي طبعا. وحسام غالي يعتبر من رموز النادي، يعني زي ما قال كده احنا النادي الاهلي فيه على الهرم بتاعه لعيبه كبار سابوا بصمه كبيره، حسام غالي من اللعيبه دي. والحقيقه احنا نتمنى له كل خير، لان حسام يستاهل كل خير. عارف يعني ايه الفانيله الحمراء، وعارف يعني ايه روح الفانيله الحمراء، وعارف يعني ايه جمهور النادي الاهلي، وعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي. فالحقيقه هو نتمنى له كل خير، ويستاهل مننا كل دعم، وباذن الله ربنا يوفقه في مشواره اللي جاي، وتكون باذن الله بدايه خير برضه عليه في المجال اللي هو ان شاء الله يحب يشتغل فيه. يعني حاجه رائعه باشمهندس. اتفضل. نقول ان احنا عندنا مباراه مهمه جدا، صحيح. دي يمكن حاجه الناس كلها هنا حاسه بالمسؤوليه بتاعت افريقيا، والحقيقه كل انا حاسس في الوجوه بتاعت اللعيبه الحقيقه والجهاز انهم فعلا عايزين يعملوا حاجه، ويبقى بدايه انطلاقنا ان شاء الله في بطوله افريقيا من كابالا سيتي، وباذن الله نرجع بالثلاثه بونت، وده الاساس. يعني طبعا الناس كلها هنا مركزه جدا ان احنا عندنا ماتش مهم قوي ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي مع كابالا سيتي في اوغندا. طب باشمهندس يعني رد فعل الجمهور المتواجد في الامارات، الجمهور الاهلاوي طبعا ومحبي حسام غالي، اكيد حضرتك يعني حته رد الفعل متواجده يعني حواليكوا بشكل كبير، واكيد يعني رد الفعل موجود بشكل ايجابي على حسام. بص، ما فيش شك ان انت عارف بالذات في الامارات وفي كل الدول الحقيقه الاهلي بيروح فيها محبين الاهلي كتير، ومحبين الاهلي ومريدينه بيجوا من كل انحاء الدنيا لقيمه النادي الاهلي. ما فيش شك حسام غالي ابن من ابناء النادي الاهلي، الجمهور بيحبه، وان شاء الله نتمنى ان ده يترجم بكره ان شاء الله يكون في استاد سعد زايد ان شاء الله تكون الجماهير مليانه، عشان بس يبقى الواحد بس بيقول شكرا لحسام غالي في اخر ماتش لعبه. حسام غالي يستحق منه من الجمهور، ويستحق مننا كل الدعم. وبالتالي ابسط حاجه ان شاء الله من خلال منبرك المحترم انا بناشد طبعا جماهير النادي الاهلي في الامارات ان شاء الله انها تكون موجوده بكثافه باذن الله بكره ان شاء الله الساعه 8، وتبقى احتفاليه محترمه، وان شاء الله هيبقى يتخللها بعض المفاجآت الحلوه وبعض العروض الجميله، فان شاء الله باذن الله. يا ريت تطلعنا يا باشمهندس على الغالي وتاريخ باسم النادي. يعني بكره البدايه هتبقى عامله ازاي؟ يعني حضرتك لو تقول لنا بس وتوضح لنا الجزئيه دي، البدايه هتبقى عامله ازاي او الفقرات نفسها اللي حضرتك بتتكلم عليها. لا يعني انا مش عايز يعني تحرقها. طب حلو على الناس عشان برضه عايز الناس تروح وتشوف، لكن هيبقى في حاجات ان شاء الله هتبقى لطيفه جدا، وان شاء الله يبقى يوم جميل ان شاء الله يسعد فيه كل جمهور النادي الاهلي وكل محب حسام غالي ان شاء الله. اخيرا يا باشمهندس، انا حضرتك رئيس البعثه في الامارات وايضا رئيس البعثه الفريق لاوغندا، يعني التفاصيل ما بعد بقى اللقاء يعني ان شاء الله هتسافروا امتى والوصول وكافه الترتيبات؟ ان شاء الله باذن الله هنسافر على طيران الامارات ان شاء الله يوم السبت 9:30 ان شاء الله على عنتيبي. الطياره بتاخد حوالي 5 ساعات ونص، وبعد كده ان شاء الله بنستقل حافله يعني وعربيات تودينا لغايه كابالا سيتي، متهيألي في حدود 50 دقيقه تقريبا، من 50 دقيقه على حسب طبعا، لان انا معلوماتي ان اوغندا زحمه جدا، الترافيك فيها يعني او المرور فيها زحمه قوي، لكن ان شاء الله باذن الله تكون رحله كويسه وابتدي التركيز. بس انا عايز اقول ان برضو التركيز بتاع اللعيبه باين على وشوشهم الحقيقه، زي ما قلنا الماتش بتاع كابالا سيتي ده يعني ده بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، وان شاء الله باذن الله نرجع بال3 بونت ان شاء الله ونفرح باذن الله جماهيرنا العظيمه اللي مستنيه المباراه دي باذن الله تكون حاجه كويسه في الحقيقه باذن الله. دايما الاهلي ان شاء الله. في الحقيقه يا باشمهندس انا بقدر دور حضرتك في مهرجان او ان شاء الله نجاح بكره او مهرجان اعتزال حسام غالي، ان انا عارف ان حضرتك يعني مهتم جدا بالمهرجان التكريم ده، فانا بشكر حضرتك عليه يعني بمجهود حضرتك في الجزئيه دي بالذات، وانك بتدي يعني طابع جزئيه لحسام غالي ان هو واحد فعلا من ابناء النادي الاهلي، وان لازم تعملوا كل مجهوداتكم عشان تبسطوه بشكل كبير. انا بشكر حضرتك فيه. مفيش شك وان شاء الله باذن الله تبقى حاجه تليق بحسام غالي وتليق بالنادي الاهلي، وباذن الله ربنا ان شاء الله يكرمه دايما في المستقبل. استاذ محمد باسل القوسي كان عايز يسال حضرتك سؤال يا باشمهندس. اتفضل. ازيك يا قوسي؟ اهلا يا باشمهندس، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ وحشني يا محمد، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يخليك يا باشمهندس، تحياتي لحضرتك ولكل بعثه النادي الاهلي. يعني انا سؤالي يعني بوصف المهندس خالد مرتجي وزير خارجيه النادي الاهلي اللي بيهتم كثيرا بالشان الخارجي وليه تجارب كبيره وحاجات كبيره، يمكن كانت البطوله الدبلوماسيه احدى نجاحاتك الاخيره اللي عملتها واللي اعلنت عن هدفها ان هي يعني وسيله للتقرب بين الشعوب وربط الاهلي بالعالم الخارجي لما ليه من علاقات. يعني كيف ترى تجربه اقامه مباريات مصريه خارج الارض وخصوصا في دبي، السوبر اللي اتكرر كتير، ماتشات الاهلي الاجنبيه، هذا الماتش الاخير بتاع حسام غالي ماتش التكريم حتى البعض قال لك يعني ده ماتش اعتزال المفروض يقام في مصر، يعني فكيف ترى هذا كله ومدى تاثيره على العلاقات بين الاهلي والامارات بشكل عام وبين الشعبين المصري والاماراتي بشكل خاص؟ يعني والله بص يا محمد، يعني عشان ابقى امين معاك طبعا، هي حاجه يعني تحزنني انا شخصيا ان احنا لسه بنلعب من غير جماهير، يعني النهارده كره القدم بدون جماهير مش كره قدم، فانت النهارده الناس بتضطر انها تسافر بره عشان تلعب يبقى في جماهير. فهي ليها مردود عكسي ومردود ايجابي، المردود الايجابي طبعا انك انت جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي موجوده في الدول بتشوف النادي الاهلي، فدي طبعا حاجه كويسه للجاليات المصريه اللي عايشه هنا، والناس مش قادر اقول لك فعاليتها عامله ازاي، ودي برضو يعني الحقيقه يعني واجب على النادي الاهلي ان هو يسعد جماهيره في كل حته، يعني مش بس في القاهره، لكن في الاخر طبعا اما يبقى ماتش اعتزال يعني طبعا في اي حته في العالم ماتش الاعتزال بيبقى بيفضل ان هو يكون موجود على ارض مصريه في استاد القاهره، تكون جماهير مصر كلها وجماهير النادي الاهلي تبقى موجوده بكثافه عشان تدعم ابن غالي من ابناء النادي الاهلي، اثره يعني حاجه كبيره في النادي، عمل اسم كبير وفي نفس الوقت مش بس يعني عمل اسم النادي الاهلي بره، يعني حسام غالي بره واحترف في فاينر، احترف في توتنهام، احترف في بعض انديه كبيره، مفيش شك ان كنت اتمنى ان الماتش يبقى موجود في مصر، لكن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني انا متاكد ان جميع المسؤولين في مصر عايزين الجماهير ترجع، بس نتمنى برضو ان الجماهير لابد انها تكون ملتزمه، عشان احنا في الاخر عايزين نرجع الجماهير كره القدم ترجع تاني الاستاد وتبقى المباريات بجديه، عشان زي ما قلنا ان هو ده اي بطوله النهارده بتقاس مش باللعب الحلو، بتقاس بعدد الجماهير اللي بتخشها، هي دي بيقول نجاح البطوله من فشلها هو عدد الجماهير اللي بتيجي الاستاد وبتشجع فريقها. صحيح. باشمهندس يعني اخيرا كابتن محمود الخطيب وصل الامارات. والله لا لسه المعلومات اللي عندي ان شاء الله باذن الله ان كابتن الخطيب احتمال كبير انه هيسافر بكره الصبح ان شاء الله. ان شاء الله يوصل بالسلامه يا باشمهندس، ترجعوا ان شاء الله بالسلامه من كامبالا ومعانا نتيجه ايجابيه وثلاث نقاط مهمين يا باشمهندس، ان شاء الله توصلوا بالسلامه للقاهره وانتوا طبعا في حاله فوز بامر الله، ويبقى يوم بكره رائع. باشمهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وايضا واحد من وزراء الخارجيه زي ما بتقول يا استاذ محمد، اللي بيقوم بمجهود كبير جدا في الصراحه في هذه الجزئيه، ويمكن حته ان هو نجاح المهرجان بكره هدف كل اعضاء مجلس الاداره اللي متواجدين بكره ان شاء الله، هدف كابتن محمود الخطيب، لان في الاول وفي الاخر مباراه بتعبر عن كيان النادي الاهلي، بتعبر عن قيمته مع نادي كبير زي اياكس ولاعب مهم زي حسام غالي. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن حسام غالي ومهرجان اعتزاله او مهرجان تكريمه غدا ان شاء الله، اللي ان شاء الله نتوقعه يكون يوم رائع وفقرات رائعه من خلال هذا المهرجان. مستمرين مع حضراتكم وكلامنا عن اعتزال او مهرجان تكريم حسام غالي غدا، لكن خليني اقول لكم بس ان الفقره الثانيه في مباراه الاهلي وسبورتنج انتهت بنتيجه 36-30 في دوري كره السله سيدات. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا ان شاء الله، في حاله طبعا زي ما بقول لكم الفوز في مباراه اليوم بيحصل فريق كره السله سيدات للنادي الاهلي على بطوله الدوري. كريم خليني اروح لك واقول لك يمكن دي المباراه الاولى في تاريخ اللاعبين اللي اعتزلوا على تاريخ على مدار تاريخ الكره المصريه اللي تقام مباراتهم او مباراه تكريمهم خارج مصر، يعني برضو بتبقى حاجه. يمكن الاستاذ محمد سال الاستاذ المهندس خالد مرتجي على الجزئيه دي، ولكن وجهه نظركم في ان المباراه تبقى خارج مصر. طب خلينا في البدايه طبعا نبارك لسيدات النادي الاهلي في السله، مبروك للنادي الاهلي الفريق الجهاز الفني للجهاز السله في النادي الاهلي لمجلس الاداره لسه ما خلصش الفقره الثانيه المره الثانيه ان شاء الله، بس خلاص كده 36 يعني قربوا برده بتاع. انا فكرت انت قلت ان هم كسبوا البتاع، ان شاء الله يكسبوا باذن الله. طبعا يعني هي الباشمهندس خالد لما كان بيتكلم دلوقتي هو برضه يعني او دعوته الجماهير، وكانت حسام غالي النهارده في المؤتمر لما كان بيطالب الجماهير، لا انا بطمنهم ان شاء الله يعني الفيدباك اللي راجع من هناك وزمايلنا موجودين هناك والبعثه الاعلاميه بيقولوا ان في اقبال كبير جدا من الجماهير. الجماهير برضه رايحه بكره تشاهد النادي الاهلي، رايحه ترد الجميل لحسام غالي، رايحه تتفرج على اياكس برضه فريق كبير جدا فريق عالمي. فان شاء الله يعني بكره المباراه هيبقى مهرجان يليق بحسام غالي، يليق باسم النادي الاهلي، اي حاجه فيها النادي الاهلي في الامارات يعني تعتقد تمام ان هي كانه موجود في مصر. يعني احنا بنشوف ماتش السوبر الملعب يعني، وكمان هناك التشجيع المثالي، الروح الحلوه اللي بين كل الجماهير، سواء بقى لما كان في ماتش الاهلي والمصري، ماتش الاهلي والزمالك، احنا شفنا ازاي التلاحم بين الجماهير الفريقين بيبقوا موجودين في بعض. فهناك كل المصريين في الامارات، في العين، في استاد هزاع يعني. انا ان شاء الله باذن الله هنشوف صوره مشرفه بكره وموجودين بكره كتير جدا ويملوا المباراه، وان كانت مباراه وديه او مهرجان احتفالي وبتاع، ولكن برضو الجماهير المصريه او الجاليه المصريه هناك في الامارات في العين بالذات ذواقه لكره القدم، مشتاقه ان هي تشوف لعيبه الاهلي قدام عينيها. فان شاء الله المهرجان هينجح كبير جدا، وان كانت دي برضو بيدي رساله بقى لاتحاد الكوره في مصر بقى، لوزاره الداخليه، للقياده السياسيه، خلاص محتاجين جماهيرنا بقى، محتاجين نرجع الروح تاني للملاعب، محتاجين الجمهور يرجع تاني. احنا خلاص يعني جربنا التجربه اكتر من مره ونجحت الحمد لله، الفتره الاخيره ما عندناش مشاكل كبيره، سهل جدا ان احنا نقدر نتحكم او نسيطر على الموضوع جمهورنا. فنتمنى ان شاء الله نكون بادره خير بقى الموسم الجديد بعد كاس العالم كمان نشوف جماهيرنا تاني، ويبقى اعتزال ماتش زي ده لما يتعمل هنا في مصر برضو كان هيبقى مردود نفسي او الشعور النفسي عند حسام غالي كان هيبقى اكتر او اضعاف ما كان هيبقى برضو في الامارات، لان الجماهير دي اللي هنا في مصر جماهير ثالثه شمال، هم اللي حاسين بلاعيبتهم القريبه جدا من اللعيبه، كان هيبقى فيها نوع نفسيا بس افضل لحسام غالي. ولكن بكره ان شاء الله المهرجان. محمد عندك يعني تفسير للجزئيه دي برضو ايضا بالنسبه للعب المباراه خارج مصر؟ ده بالظبط يعني طبعا اضافه للي قاله زميلي كريم، يمكن يعني هو السؤال ليه المباراه ما اتلعبتش في مصر واتلعبت بره يعني فلما نيجي نجاوب على سؤال زي ده يعني احنا اي مباراه المباريات الرسميه اللي بنيجي نلعبها عندنا بنعاني اشد المعاناه، هل هتتلعب في القاهره، هل هتتلعب في برج العرب، هل هتتلعب في السلام، هل هتتلعب في البتاع، هل بجمهور ولا من غير جمهور؟ هل لو بجمهور 300 ولا 500 ولا 1000 ونص ولا 15000؟ طبعا مع تقديرنا للدور الكبير جدا اللي بيمثله الجهات الامنيه ولهم التقدير والاحترام، لان هم هدفهم الحفاظ على ارواح الجماهير المصريه، وده شيء مهم جدا ويحترم، وهم لهم مبرراتهم في هذا الامر. لكن لما نتكلم في مباراه زي مباراه اعتزال بالنسبه لحسام غالي، محتاج ملعب واضح، بيلعب مع فريق عالمي كبير، محتاج جمهور، انا مش قادر اوفر الجمهور ده كبير هنا يعني. لذلك وجود الماتش في العين في هزاع بن زايد، هذا الملعب التحفه المعماريه، اعتقد هيجلب عدد كبير جدا من الجماهير، ممكن تلاقي 25 30 الف على الاقل موجودين في الملعب قدام فرقه كبيره جدا زي اياكس. اعتقد ان ده مهم جدا، الدنيا واضحه والدنيا محدده. ده الفرح بتاع حسام غالي او المهرجان الاحتفالي او التكريمي بتاعه، هو من حقه ان يختار المكان اللي يقول لك ليه ما لعبوش في مصر. هو من حقه ان يلعبوا في مصر، يلعبوا في الامارات، يلعبوا في السعوديه، يلعبوا في الكويت، يروحوا يعملوا في بيلا في كافو، يعني هو في النهايه اختار هذا المكان لانه حاسس ان هيحصل فيه درجه كبيره جدا من النجاح. وغير كده ان اسم النادي الاهلي زي ما قال كريم، ودي معلومه موجوده عندنا كلنا، وجوده في اي مكان خارج مصر بيتقل يعني. الواحد كان موجود مع الاهلي في مناسبات كتيره جدا خارج مصر، وشاف مدى الاقبال، الناس يعني بتتنشى على وجود النادي الاهلي طبعا. ده ما بيسيبهمش، مش بيروحوا يتفرجوا في الملعب بس، ده بيروحوا يقفوا قدام الاوتيل بالساعات عشان ياخدوا لقطه مع لاعب يعني. بيعتبروا الاهلي ده امتداد لبلدهم لوطنهم، هم بيعشقوا بدرجه كبيره جدا. فكانت فكره مميزه وفكره ناجحه، وما زلت باكد ان لما البعض بيعترض على فكره السوبر بتتلعب هناك، لا الفكره نجحت وعملت نجاح كبير جدا، وانت بتودي الاهلي والزمالك للناس المصريه والاسماعيلي. المره اللي عدت كان المصري والاهلي عندنا السوبر اللي جاي وقبل كده. فدي فكره مهمه جدا، ويا ريت نلعب لهم ماتشات هناك. الناس دي مصر وحشاها، فرقه مصر وحشاها، الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري وحشينهم. ففكره مهمه جدا، واعتقد ان شاء الله يكون مهرجان ناجح بدرجه كبيره. واكمل يعني على كلام حضراتكم، يمكن في وقت من الاوقات كان الاعتزالات زمان كانت بتبقى بمجهودات اللعيب، دلوقتي بقى في شركات راعيه يهمها انها تكسب برضه من وجود الجماهير ووجود الرعاه اللي يبقوا موجودين في حدث زي كده. فالمكان الانسب في التوقيت الحالي هو زي ما انت بتتكلم كده خارج مصر يعني. لو في شركه واخده وفي رعاه مش راعي، ده في مجموعه من الرعاه. انا بتكلم في الجزئيه دي، وفي مؤسسات كبيره جدا اعلانيه داخله في الموضوع، ففي اطراف كتيره جدا يعني. في عمليه اقتصاديه بدرجه كبيره جدا، مش مجرد لاعب هيجي وممكن حد مجموعه اعلانات زي ما كان بيحصل زمان في الملعب وشكرا، لا ده ماتش هيحقق مكاسب للشركات اللي عامله الماتش يعني. ومش زي زمان ان اللي بيعتزل بيلم شويه فلوس، لا ما زمان كده، ده ممكن كان اللاعب نفسه فعلا كان اللاعب يقعد يجيب اعلانات ويقعد يجيب شركات ويقعد عشان يعمل يعني. ممكن حسام غالي نفسه مالوش، ما ياخدش اي دخل مادي من البتاع، لكن هو حسام ازاي مثلا يعني، حسام مش مشكله، حسام يهمه بالدرجه الاولى ان المهرجان ينجح يعني بدرجه كبيره يعني. طبعا الاهم دي اهم حاجه صحيح. لا نتمنى ليه التوفيق يعني. اضافه لكلام محمد كمان يعني، دلوقتي بقت الموضوع مش بدعه او حاجه جديده على حسام غالي يعني. في لعيبه كتيره جدا في الدوريات العربيه، في السعوديه وفي الامارات، عملوا نفس القصه دي ونفس الموضوع. المهرجانات نجيب ماتش فريق عالمي مثلا، وان انت تعمل مباراه او تنظم مباراه برعاه معينه، سواء بقى تتعمل مثلا في السعوديه او تعمل في اي دوله ثانيه، او تجيب نجوم العرب، او تجيب نجوم مثلا الفرق المنتخبات العربيه قبل كده. فاعتقد ان دي برضو يعني حاجه جديده، وضمن بند جديد، ضمن بند صناعه المنظومه الرياضيه او صناعه الرياضه او كره القدم، صناعه كره القدم في الفتره الجايه. اعتقد ان ده مشروع ناجح جدا وهيبقى له فوائد كبيره جدا. تمام، هضيف عليه نقطه بسيطه، ان اقامه مهرجانات الاعتزال حتى لو لم يكن منها لاعب من النادي الاهلي يعني، لو لاعب مثلا من السعوديه ولا الامارات بيعتزل، بيسعى ان يجيب فريق النادي الاهلي عشان ينجح مهرجان. وشفنا ده في المهرجان الاخير في السعوديه، وشفنا ده في الفجيره يعني. شفنا قد ايه النجاح اللي بيضيفه النادي الاهلي او منتخب مصر يعني. عندنا جاليه كبيره جدا. وده هيخليني اسالكم سؤال، هل مهرجان اعتزال حسام غالي وان شاء الله نجاحه، احنا بقالنا فتره حته المهرجان الاعتزالات ده مش موجود للعيبه كتير، وممكن يبقى عوده لان يبقى موجود موضوع الاعتزال للاعب يكون مؤثر او وديفر، هو قد يعني وجوده في النادي وتاثيره على الجماهير يرجع تاني بشكل كبير. هو ده مهم جدا، ان ده يعتبر نوع من التكريم. وان انا مثلا محمد فاروق بلعب وخلاص هبطل، مش انا كفاروق اللي اسعل ده، لا ده النادي بتاعي بيسعل ده. يمكن شفنا في الماتش الاخير لبرشلونه وفيا ريال، نيستا بيتعامل معاه ايه. شفنا في الارسنال بيعمل ايه مع ارسن فينجر لما باخر سنه ليه بعد 22 سنه مع النادي. فيهم من النجاحات وفيهم من الاخفاقات، لكن لابد انك انت لك جهد ولك بصمه لازم تتكرم، لازم اي حد، لازم يا جماعه دي لمسه التكريم، نقول للواحد شكرا ونديله اللمسه دي ان احنا بنقدر جهدك وبنقدر مجهودك، واللمسه دي لازم مش تكون معانا في الكوره، لازم تكون في كل حياتنا، لازم تكون في الطب وفي الهندسه وفي السياسه وفي الاقتصاد وفي الاجتماع كل حاجه، وفي الشركات الخاصه. الموضوع بمجرد ان انا بادي خالص، بس هي الفكره دلوقتي يا استاذ محمد طرحها يعني ممكن دي برضو ممكن تكون احنا حاجه بنطالب بيها او من هنا من خلالك يا محمد، ان احنا يعني ممكن مثلا لو انت حتى مش هتعمل مهرجان الاعتزال، هيبقى مثلا في نهايه اخر ماتش اللاعب مثلا يبقى عارف مثلا ان ده اخر ماتش هيلعبه، فيبقى التكريم بتاعه من خلال الماتش دوت، ويتم له احتفاليه خاصه، ويبقى ده ماتش الوداع وماتش التكريم له في نهايه مشوار. وحتى بقول لك لو مش هتعمل بالشكل ده، يعني لما انيستا امبارح جايبين له حتى جايبين له الكؤوس الرمزيه اللي شارك فيها، جايبين له الدوري الاسباني وكاس اسبانيا وكاس العالم للانديه وكاس العالم، كل الحاجات اللي كان ليه بصمه فيها. والراجل لغايه امبارح وهو بيعتزل بيعمل تمريره لميسي، يعني لا انيستا ده ساحر، بيعمل ميسي ايه، احد من اللعيبه المميزين، حاجه مش ممكن يعني. خلينا نروح سريعا برضو الامارات، وزميلنا الاعلامي والناقد الرياضي استاذ ايهاب الخطيب، تحياتي ليك يا استاذ ايهاب. طيب شكل الخط قطع، لكن يهمنا يبقى متواجد طبعا واحد من النقاد الرياضيين المميزين، وايضا زميلنا هنا في قناه الاهلي استاذ ايهاب الخطيب، يعني مهم جدا. خلي بالك بقى زي ما بنقول كده يا استاذ محمد، ان حته كمان الشركات الراعيه تتهافت على اللعيب المميز عشان تعملوا تكريم، هم بيكسبوا بشكل كبير، فنجاح ان شاء الله بكره التكريم اعتقد ان ممكن يرجع جزئيه التكريم بالنسبه للعيبه اخرى ممكن جايين في الطريق. لكن عايز اقول لكم واحنا بنتكلم مع حسام غالي وتجربه الاحتراف، ان محمد صلاح بيحصد افضل لاعب في ليفربول هذا الموسم، وبيكمل طبعا مكاسبه. حاجه عظيمه جدا، ننتظر بقى ان شاء الله الكره الذهبيه. بص على خالد صلاح ان شاء الله كده، كل التوفيق ليه. طيب خلينا نكلمكم بقى على مباراه الغد وتاثيرها الايجابي وتجهيز كابتن حسام البدري من خلال هذه المباراه. دي مباراة افريقيا كابالا سيتي، اتفضل كريم. يعني كابتن حسام بكره يعني بصراحه هو في موقف لا يحسد عليه، يعني ان كان مهرجانه وبتاع، وهو هيبقى طبعا يعني مضطر غصب عنه ان في لعيبه هتشارك وفي وجوه جديده جدا هتشارك، وهم يعني هيكون اكيد الحسبه اللي في دماغه او كل فكره وكل شغله هيبقى على ماتش كامبالا سيتي، وده طبعا الاهم وده التركيز الاهم. فانا يعني اتمنى كابتن حسام بكره ان شاء الله يكون يعني دارس الموقف كويس جدا. لعيبته الاساسيه اتمنى ان هم يعني ولو شاركوا يبقى برضه حاجه تكريم وجنب زميلهم جنب حسام غالي. ولما يبقى يطلع حسام غالي مشارك قد ايه تفتكر؟ يعني حسام يشارك، انا شايف حسام فورمه وبيلعب في الملعب، ولكن مثلا برده مش هيبقى اكتر من ربع ساعه مثلا 20 دقيقه، وهي مش هي انا بقول لك هيطلع قبل ما الماتش يخلص ب 14 دقيقه. 14 رقم 14 رقم التيشيرت دي خلاص، دي معلومه لو معلومه عندك تبقى دي برده قبل ما الماتش يخلص ب 14 طبعا حسام يلعب الماتش، حتى لو لعب الماتش كامل كمان حسام فورمته تسمح له يلعب، ولكن انا بتكلم على ما بعد مباراه التكريم. اهم اكس انت بعد الماتش اعتزال غالي، انت عندك مهمه قوميه، عندك داخل على مباراه يعني اكون او لا اكون، عشان خاطر تاني تعيد تحي الامل، عشان ترجع تاني لتصدر المجموعه، عشان تبتدي تخش تاني وتعوض اللي فات. طبعا الاهلي مر الفتره الاخيره دي كبوه، ان شاء الله قادر ان هو يتخطى الكبوه دي ويعدي منها من خلال كامبالا سيتي ولاعيبه الاهلي رجاله، وان شاء الله هتبقى المباراه دي بالنسبه لهم مجرد ان هي مهرجان وبنحتفل بحسام غالي، نطوي الصفحه ونخش على طول في الاهم وفي التركيز اللي جاي، لان لا قدر الله لو حصل اي حاجه في المباراه دي مش هيبقى في صالح النادي الاهلي. فاللعيبه داخله المباراه بتاعت كامبالا سيتي وهي كلها عزم، كلها اصرار، الفوز ولا خيار غير الفوز. ولازم تهدى يا محمد، يعني من خلال اللقاء برضو والجو التكريمي، الامور لازم بتطلع بره اجواء ممكن تكون انت ما حبيتهاش كام اسبوع اللي فات، عشان تخش مباراه الدافع الخصم عندك دافع قوي، وخسران من تاونشيب في المباراه الاولى، وانت حتى كمان برضو انت عندك دافع قوي، لكن هتبقى مباراه قويه، فانت لازم تطلع تهدى، تطلع من اي جو كان ممكن بالنسبه لك مش كويس، تهدى كلاعيبه وتهدى كجهاز فني، وتبتدي تفكر بشكل مميز، فما فيش انسب من مباراه زي كده. طبعا يعني مباراه زي دي هتكون فاصله بين ماتش الترجي ومين ماتش كامبالا سيتي، بحيث ان اللعيبه تاخد، يعني انا مش هقول عليها فريق اياكس، فريق من الفرق الثقيله جدا في اوروبا، فريق ليه اسمه، فرصه انك تجرب بشكل كويس جدا وباعصاب هاديه، وتقدر تعمل ماتش كويس جدا، وان شاء الله تعمل نتيجه كويسه تروح بيها هناك. فرصه تجرب عدد من اللعيبه، انا شايف دي فرصه مهمه جدا، اجرب عدد من اللعيبه اللي ما خدتش فرص قبل كده، لان ممكن اعمل 5 أو 6 تغييرات ما فيش مشكله عندي، اعتقد الكابتن حسام هيعمل ده، لكن في النهايه يبقى اصرار الاهلي على الخروج بنتيجه طيبه من مباراه اوغندا مهم جدا 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 لان دوري المجموعات هو زي ما احنا كلنا عارفين ان هو دوري تجميع النقاط، انت بتصعد بالنقاط بغض النظر عن اي حاجه مش رايح جاي يعني بالظبط. واساسيات انك تتاهل لدور ال16 انك تاخد ال9 بونت اللي على ملعبك، يعني يبقى عندك 9 بونت دول مضمونين، وتسعى انك انت تعمل 2 درون تكسب ماتش، يعني توصل ل11 او 12 نقطه. اما ان الظروف لم تخدمنا والحظ عندنا والحكم لم يكن في يومي في هذا اليوم، وقع في خطأ قاتل حرم الأهلي من هدف 3 نقاط. فمن الطبيعي ومن المؤكد أن الأهلي يسعى للتعويض بقوة في هذه المباراة، لابد أن يفوز في هذه المباراة، لأن بات حتميا على الأهلي الفوز على كابالا سيتي صحيح. علشان يرجع إن شاء الله يكسب في القاهرة، فالدنيا تتعادل معاه، فإن شاء الله يا رب يا رب احنا نتمنى طبعا تحقيق نتيجة إيجابية لعنق زجاجة بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة أفريقيا، اللي احنا ممكن كان حظنا وحش جدا العام الماضي في عدم الحصول في نهائي أفريقيا على هذه البطولة، ولكن السنة دي عندنا أمل كبير جدا. جمهور النادي الأهلي منتظر هذه البطولة بشغف كبير جدا وعودتها مرة أخرى لأحضان الكيان الأحمر. خلينا نروح لتقرير عن تاريخ الأهلي مع الأندية العالمية وارجع أكمل كلامي مع ضيوفي في الاستوديو. يعني واحنا بنتكلم على تاريخ النادي الاهلي ومشاركاته الدوليه مع انديه عالميه، دائما النادي الاهلي مميز جدا في نتائجه حتى يعني، ولكن هي بتبقى جزء مهم جدا في علاقات النادي الاهلي الخارجيه، وان هو بيوصل للعالميه من خلال هذه اللقاءات، غير طبعا وصوله للعالميه من خلال وصوله لبطوله العالم للانديه 5 مرات. خليني بس اقول لكم ان الفقره الثالثه لمباراه الاهلي وسبورتنج في دوري سله سيدات انتهت بفوز النادي الاهلي 52-51، ولسه كده فاضل فقرة أخرى، وإن شاء الله يكون الفوز حليف سيدات الأهلي إن شاء الله والحصول على بطولة الدوري. يمكن كنا معاكم من خلال كلامنا على الكابتن. وأخيرا أستاذ محمد، يعني تتوقع اليوم بكرة إن شاء الله إزاي؟ لا طبعا أتوقعها حفلة جميلة، حفلة مميزة، حفلة قوية، حفلة تليق بحسام غالي، حفلة جمهور الأهلي هناك في الإمارات أو الجالية المصرية في الإمارات هتقول لحسام غالي شكرا. لا سيما إن حسام النهارده وجه لهم رسالة، ننتظركم غدا من غير ما توجه رساله، هتلاقي الناس جايه لك لانك تستحق الكثير، انت قدمت للاهلي الكثير، وننتظر منك ان شاء الله في المرحله القادمه ما هو اكثر واجمل واقوى وافيد لمصلحه النادي الاهلي باذن الله. ايضا كلمه لحسام غالي كريم. يعني طبعا حسام انت اديت كره القدم كتير، اديت النادي الاهلي كتير، وان شاء الله بكره الجماهير هترد لك الجميل دوت، وهتشرفك بكره في مهرجانك. اتمنى ان شاء الله كل التوفيق لك في الخطوه اللي جايه، وان انت تختار الاختيار الصح، ربنا يوفقك فيه ان شاء الله. ربنا يوفقه ان شاء الله. بشكرك كريم، بشكرك استاذ محمد، نورتني وشرفتني انتوا الاثنين، يعني عملنا فقرة مميزة جدا وكلامنا عن حسام غالي كثير، ممكن نقدر نقعد نتكلم عليه الأيام وأيام، ولكن طبعا حسام من اللعيبة المميزة، كنت سعيد جدا بوجوده كلاعب أو زميلته في الملاعب، ويمكن إن شاء الله يبقى متواجد معانا بقى في أي مكان موجود داخل القلعة الحمراء أو داخل الكيان في أي مكان، سواء بقى إعلام أو إدارة أو فنيات أو تدريب، يعني فبكل التوفيق ليه. لكن يعني إن شاء الله ننتظر بكرة يوم رائع، يوم يليق باسم النادي الأهلي وباسم حسام غالي، ويمكن هو ده اللي احنا نتمناه في اخر يوم بالنسبه لحسام غالي في كره القدم. بعد الفاصل ان شاء الله هنكون معاكم المهندس عادل دقيه والاستاذ ابراهيم المنيسي وملك وكتابه، برنامج مميز انتظروه. عايز بس قبل ما اختم اقول وداعا حسام غالي.